فاقمة العواصف الترابية التي اجتاحت أغلب المدن العراقية معاناة النازحين في المخيمات، وطالب النازحون الحكومة ووزارة الهجرة بإيجاد حلول فورية محذرين من تفاقم الوضع الإنساني في المخيمات. يشكو النازحون من سوء الخدمة المقدمة لهم وانعدامها في بعض الأحيان بالتزامن مع العاصفة الترابية التي خلفت العديد من حالات الاختناق، منددين بالإهمال المستمر لهم من قبل وزارة الهجرة والمهجرين خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة. كما جدد النازحون مطالبتهم بحل المشكلات التي تعيق عملية إعادة إلى مناطقهم الأصلية. ما أقدر أحميهن من التراب، أحطهن بشيس نايلون وبدل بيه. هذا النهاية. هذا شيء. هذا. تمام. هذا.